بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو ونكسن داو وديالها واجمعاي تاريخ دو كوبا يغنتا الشاني لباتنك بيشة سقالة دي سبتمبر سنة كال لبكوني لباتن قدبادا ورار كمان تاني دين هاي نكوود اقوة وين نوحا كاميدا محا كجرا ان بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري وشرحاني هاي حلك مدحوينها سومالي يدور شد لبكون لباتن لبكون كوي لباتن رئيس الوزارة روبلي او قوان ادكا قاتي قدب كي اقو مهيم سناء عبسيدا لقاقب اسلام رحان تانا لحري رد دور شوينكا سوماليا مدحوين واري او كلن حساسي اللقا عتي حلبانة دا بارلمانكا فدرالكا سوماليا قارهان كود لقصو دورتو ديگانة دهير شبالي هادبو حيابها يكواد هالينا يان وراركي نمان تكسو قادن دونا حلبانة دا بارلمانكا فدرالكا سوماليا او جواب كللوكا بحيي فال قرعان او اي كوكا عين عيدما دا دولة دا كينيا حلبان داير امين جيسو او افكا فرتكونا باقي ان سيدك دقا هوبكا لوقاتو هاي ادى لعكتا ادونكا او سو سارتي واركا فرحية دولة دا فدرالكا هاي سوباليا ايو عيدا مدى سيدك غاركا او تبابران اي دانب او غلاي ميت كاميدا ديگا ندي او قمهيم سنا اي كوح دا الشباب وحقاك داو ديال انتاسا داو تنحي هايين قودة بادينا وراركا ما انتا او جمعا كود او وين اما كانو حد كسو دواتان يجي او انتاس كفا فاسان هاد معاونا اكسان سو دواد وحنكو بلاب ايا ما انتا اي وحاك كجيرا وراركا الشيق ايا ان او مركاسي مرشح مدحوين ايا هاي اي قدومي هوري بارلمانكا سوماليا بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري ما دام ساعدي لسودا في براها بلوشادا يقابسدين ورشيق يا ان بروفيسر جواري ومركاسي اترتمدون وشاقاد اقصى الرئيسا مدحتني مدى سوماليا كدي مركي براها بلوشادا لقبا هي سو الركو سابسان مرشحني مدى قدومي هوري بارلمانكا سوماليا بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري ايو جواب كرولكا سوساري ارنتاسي ساقو عدي موقف كيسا يا عدة كدن بيسا ارنتاسي قرال او سو در بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري ايو كوشيغي ان لأوغادي عدة كدن بيسي ان لفافيو مشرح نمدي سحيل كمدحوينها اينا دالبادين ان براها بلوشادا لغا سارو قرال لدى يموقال لدى مشرح نمدى وحينا فرينت بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري او قرنيت سيدتان وحا مالمهان براها بلوشادا آل لوغو فافي يسور كيغا او لو قابي او لو مشرح مدحوينه وحن شعب كسوماليات قود أهان يحلبانا دا اللبادا أقالي بارلمان كدالكا كوار قلينا يا إن أرنتان أيسان رسمي هين كانسوا بحين حفيز كيغا باريس كديب وحاسو إف بحاي إني كدن بيين لن يرو قربتشو كو أميدوغا بغرطوية دا بريتين وريسي أن ليا لنك بعدي وحاي نو حقيجيين إن أي سينيات سامئة كسوا بندقين ربيتان كودا وحانا كعود سنة إني برتو دا بلوشادا كساران قوف كستو أرنتان هوري أسو قارتي وحان كعود سنة إنا إنا إسكات تيران أو آن الدالك ديبو غسي درين ناقا قدوما قدر كاسقارك آه يو يري قدومي هوري بارلمان كسوباليا بروفيسر محمد شيخ عثمان جواري أو ساعديه لسودا في براها بلوشادا لوغفا فيي إنو يهاي مرشح تاقن قبشادا مدحوينها سوماليا سند كلابوكو لباتن لابوكو كوي لباتن لنا عكلنا رئيس الوزارة الروبلي عيا قوان أدكا قاتي قضبكي أقومهم سناء عبسيدا لقاقا بي لحرير الدور شدا رئيس الوزارة عصبة سوماليا محمد حسين روبلي عيا لقصو حكتك قوان كسابسان حلق حكومة ديسا يسيد واركو مدكورين لقا عبسيقا بي إنو يمركاسي دعضو رئيس الوزارة الروبلي أي عدية إنه سندوني إن مدكررسي يكون الشقين دونه إن الدورشة كل عدو وقت جدا تعسو هيد عبسيد أقوين اللقى قبي قرشة حكومة ديسب مركي وشاعي إنه وحكي قبان دونه سداد قضوب أو وين أيو مركاسي شاقي إنه سن دوني إن مدكررسي وحلي رادو سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أو لكل مير رئيس الوزراء عصبة سوماليا يا شاقي إنه رئيس الوزراء قلية كالسونية إنه سندوني إنه وحمد دكورنا دادال والبانا وإستقو قاين دونو سيدي دور شدا أي وقتي كده وقب سومي لهايد إشيسك دور شدا أي قارين مدحوينها يمام القبلية ديدا أيان ولي وحان لقين بارلمان كدالكا وحان لقوة دا إنه سبتي دا وعود أيان لبدا أقالي بارلمانكا كاس وكوش قاين دونو رئيس الوزراء عصبة سوماليا محمد حسين روبلي او اي كلسوني دا سيين حلبانا دا قولها الشعب كاي بارلمان كاي فدرال كاي سوماليا مركانا هدي اي نو ايقنو وحيابها اي كوو دا هالين مدحوينا هيرشبه لمحمد عبد واري يحبناها بارلمان كاي مركاسي لغا صدورتو ديگانا دا هيرشبه لب مدحوينا دولت قبلات كي هيرشبه لمحمد عبد واري ايا مقالا دا مقدشو كلو كل مي حلبانا دا لبدا اقل دولت دا فدرال كاي كارهان كوو دا لغا صدورتو ديگانا دا مامل كيسب كلن كان ايه كساب سنة اسحوق ورئيس لحري رحالة الدالك ايه الشراركي وده تشيق اه ايه ادحي ايه مدحدة دولة فدرالك ايه مسوليين تا دولة حبناك دولة فدرالك ايه سبعليا
madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka sheekeeyay muhiimadda shirarkii dhuusamareebiye Muqdisho oo uu sheegay inay ka soo baxeen go'aannada ee markaasi ee muhiimka noqday waxa uu xilibanada ka codsaday meelmarinta go'aannadii ka soo baxay shirarkii wadatashiga ahaa Waare iyo xilibanada ayaa isku xog wareystay muhiimadda ay leedahay dhisidda ee markaasi ee Hirshabeellada cusub iyo baahida loo qabo in wax garadka iyo aqoonyahanka Hirshabeelle ay ka qayb qaataan dhisidda maamulkaas xalna laga gaaro ee mushkiladda soo noqnoqotay oo ugu horeeyso ammaanka ee deegaanadaas oo faraha ka sii baxaya dhinaca kale xilibanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa jawaab kulul waxay ka bixiyeen fal gurracan oo ay ku kaceen ciidamada dawladda Kenya qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa shir jiraayay oo ay ku qabteen Muqdisho waxay si adag uga hadleen dhibaatooyinka ciidamada Kenya ay ka geysanayeen gobolka Gedo xilibanadan ayaa si gaar ah uga hadlay fal isugu jira dil iyo dhaawac oo ciidamada Kenya ugu geysteen dad shacab ah deegaanka Yodo oo hoos tagta magaalada Ceelwaaq xilibaan Haashim Nuur Aadan oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa Kenya balse aan qayb ka ahayn sida uu sheegay howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in dawladda Kenya looga baahan yahay inay si degdeg ah uga jawaabto falkaasi arxan darada ahaa dhankiisa xilibaan Daahir Amiin Jeeso oo madasha ka hadlay ayaa cod dheer ku sheegay in Kenya ay weligeed dhibaato ka geysan jirtay deegaanada Jubbaland isagoo tilmaamay in tacadiyadaas aan looga hari doonin waxaana uu markaasi ku baaqay in si degdeg ah hubka loo qaato isla markaana la iska dhiciyo ciidamada Kenya oo uu markaasi ku tilmaamay cadow sida uu hadalka u dhigay si kastaba ha ahaatee qeyldhaanta ka soo yartay xilibanadan ayaa ku soo aadaysa xilli haatan cabsi xoogan ay ka qabaan dadka deegaanka in markaasi ee magaaladaasi ay mar kale dhibaato ka geystaan ciidamada Kenya ee iyagu halkaasi ku sugan geesta kalena hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa soo saartay war ka farxiya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya warbixin ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka ayaa waxa ay ku sheegtay in kooxda wadahadalka deyn cafinta Soomaaliya ee hay'adda ay heshiis markaasi looga gudbayo wajiga koowaad ee wadahadalka heerkiisu sareeyo ee dhammaystirka deyn dhaafka la gaareen madaxda Soomaaliya kaasoo socday intii u dhaxaysay September 2019 ilaa iyo 2020 ee sanadkan waxaana kooxda ka socotay hay'adda lacagta adduunka oo gaaminaysa Alison Holland iyadoo ku saabsanaa dib u eegista ugu horeysay ee barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha Soomaaliya oo ay taageerto ECF warbixinta ay soo saartay hay'adda lacagta adduunka ayaa waxay Soomaaliya ku amaantay sida ay uga go'an tahay ka gulgaarista deyn cafinta xilli lagu guda jiro marxalad adag oo ka dhalatay cudurka safarka ah ee COVID-19 oo sababay hoos u dhac dhaqaale dhankiisa siyaasiyaha wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa soo dhaweeyay warbixinta ka soo baxday hay'adda lacagta adduunka waxaana uu sharaxay sida ay u dhaceen wadahadalladii u dambeeyay ugu dambeyntiina ciidamada danab ayaa galay mid ka mid ah deegaanadii ugu muhiimsanaa ee dagaalamayaasha Al-Shabaab wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada sida gaarka u tababareen kumandooska danab ay gudaha u galeen deegaanka Mubarak oo ay muddo gacanta ku hayeen Al-Shabaab ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa gudaha u galay Mubarak waxaana haatan dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka wadaan gudaha deegaankaasi oo ah mid istaraatiiji ah saraakiil ka tirsan ciidanka kumandooska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalka markaasi ku qabteen ee deegaankaasi ay ku dileen gudoomiyaha deegaanka Mubarak kaas oo markaasi ugu magacaawnaa Al-Shabaab waxaana magaciisa lagu sheegay Sheikh Abdulla Gaare iyo dagaalamayaal kale sidoo kale waxay sheegeen in Al-Shabaab ay sumeeyeen ceelasha biyaha ee deegaanka Mubarak sidoo kale wararka ayaa sheegaya in howlgal ay ciidamadu ka sameeyeen xaafadaha Mubarak ay ku qabteen gaari hoome ah oo sida waxyaabaha qarxa saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda oo hoggaaminaya howlgalkaas ayaa warbaahinta u sheegay inay gacanta ku dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugnaa gudaha deegaanka iyo gaari hoome ah oo ay ku rarnaayeen waxyaabaha qarxa xaaladda deegaanka ayaa haatan ah mid markaasi colaadeed waxaana la soo sheegayaa in dagaalyahanada Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan iyaguna duleedka deegaanka Mubarak oo ka tirsan gobolka Shabeellaha hoose ayaa ah deegaan aad muhiim ugu ah Al-Shabaab waxaana ugu yaalay xarumo ay canshuuro ugu qaadi jireen dadka iyo meel dadka ay ku xukumaan gudaha dawadeyal wararkii oo maanta jimcaad kala socotay intaas ay ku dhayeen wararkan warar la mid ah intan marka la ku kulmi doono dhamaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo jimca wanaagsan.
intaas ay ku dhayeen wararkan warar lamida intan marka la ku kulmi doono dhamaanteen oo isku duuban aan idinkaga tagayna sidaas iyo jimca wanaagsan.